الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا، الأستاذات والأساتذة، الحضور في لقاء آخر من أمسيات مؤسسة عبد الحميد شومان، وهي تواصل حضورها الثقافي المميز. عنوان محاضرة الليلة: الواقع الثقافي في عمان، للأستاذ المهندس سامي الخير. محاضرنا مهندس حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من الجامعة الأردنية، وكاتب وباحث وعامل في الحقل الثقافي، فيشغل حاليا موقع المدير التنفيذي للثقافة في أمانة عمان الكبرى، ورئيس تحرير مجلة عمان الثقافية. من مؤلفات الأستاذ سامي الخير، له مؤلفات كثيرة، منها الحركة الطلابية الأردنية، الصحافة الإسلامية والتعددية السياسية في الأردن، سباق العصبية والمصلحة، الماضوية، العرب ومستقبل الصين. عضو مجلس كلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك، وعضو اللجنة العليا لمهرجان المسرح الأردني، وعضو لجنة مهرجان القراءة للجميع مكتبة الأسرة، وعضو لجنة الذخيرة العربية. أيضا هو عضو رابطة الكتاب الأردنيين والجمعية الأردنية للتصوير. مرة أخرى نذكر بعنوان المحاضرة: الواقع الثقافي في عمان، للأستاذ المهندس سامر الخير. سنتيح له كالعادة، كما هي تقاليد شومان في هذه الأمسيات، أن يقدم محاضرته في حدود 45 دقيقة، ثم نفسح المجال للأسئلة وللتعقيبات، فليتفضل. مشكور. مساء الخير، شكرا للدكتور محمد على التقديم. أود في البداية أن أشكر مؤسسة شومان على هذه المبادرة باستضافتي لعرض هذه الدراسة التي نفذتها مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى عن واقع الثقافة في مجتمع مدينة عمان. وطبعا الشكر الجزيل لمعالي الأستاذ ثابت الطاهر المدير العام للمؤسسة، ولحضراتكم جميعا على حضوركم واهتمامكم بهذا الموضوع. قبل أن أبدأ بعرض تفاصيل الدراسة، أود أن ألفت انتباه حضراتكم إلى أن الدراسة كانت أو هي جزء من منظومة العمل الحالي في مديرية الثقافة في أمانة عمان. هناك فلسفة كاملة تقدمها مديرية الثقافة، وعلى أساسها تعمل، وعلى أساسها أيضا تم ابتكار أو يعني توصل إلى هذه الصيغة لدراسة الواقع الثقافي في مجتمع المدينة بمعنيه المعرفي والسلوكي. الشعار العريض لمديرية الثقافة في أمانة عمان هو توظيف العمل الثقافي من أجل المساهمة في إحداث التنمية في مجتمع المدينة، والتنمية بالنسبة لنا تتمحور تحديدا في معناها السلوكي. إذا هناك انتقال للعمل الثقافي، ربما حضراتكم إن كنتم تتابعون العمل الثقافي الصادر عن أمانة عمان الكبرى، هناك تغير، هناك سعي لتقاسم الأدوار إنجاز التعبير مع مديرية الثقافة، مع وزارة الثقافة عفوا. مديرية الثقافة في أمانة عمان تعمل من أجل التنمية السلوكية، التنمية الثقافية عفوا، في مجتمع المدينة، وليس بشكل أساسي من أجل الاحتفاء بالمثقفين أو تقديم برامج ثقافية المتخصصة أو المغلقة في التخصص. يعني نحن نحرص أنه يكون جهدنا الثقافي يهتم به قطاع واسع من مجتمع المدينة، باعتبار أنه إحنا بالآخر بلدية، يعني نقدم جهدنا من أجل مجتمع المدينة، لا من أجل إخوة المثقفين. إخوة المثقفين بالنسبة لنا هم شركاء في العمل الثقافي، وهذا أحد الشعارات الرئيسية لمديرية الثقافة في أمانة عمان. في الحقيقة نحن يعني نعمل على أساس خطة استراتيجية، ولدينا ثلاث أهداف استراتيجية رئيسية. أحدهم يتحدث عن المساهمة في إحداث أو التأثير إيجابياً على قيم المجتمع وسلوكه. وإحنا عشان نكون موضوعيين، يعني الهدف هذا كثير يعني متوجه لفئة الفتيان، ما
مع انه يعني احنا ناخذ بعين الاعتبار انه لما نعمل مثلا معارض فنيه او لما نعمل نشاطات فنيه او نعمل نشاطات ثقافيه مختلفه نهتم احنا ب تنميه الحس بالجمال وتنميه القيم، مجموعه القيم اللي بتعرفوها. لكن ايضا احنا عشان ما نكون يعني بنالف من عندنا، في نهايه العام الماضي بالشراكه مع مركز الثقافه العربي احنا توصلنا لهذه الصيغه بالشراكه مع نخبه من المثقفين والمفكرين. المنظومه الوطنيه للسلوك المدني هي منظومه في 9 محاور تتحدث عن القيم الايجابيه المثاليه التي نعتقد انها يجب ان تسود في مجتمع مدينه عمان، وعلى اساسها نعمل في برامجنا وفي مختلف نشاطاتنا، ونتوجه لذلك بشكل كبير للمجتمع في الفضاءات الثقافية. أمانة عمان في السنتين الأخيرتين أنشأت 3 مراكز ثقافية جديدة في أطراف المدينة، في الأشرفية، في سحاب، وفي وادي الحدادة، تضاف إلى مراكزها الثقافية الموجودة سابقا، مركز حسين الثقافي ومركزها الثقافي وبيت الشعر الأردني وبيت الفن الأردني والشوارع الثقافية أيضا الجديدة، شارع الثقافة موجود من أول، لكن شارع الوكالات وشارع رينبو هي شوارع جديدة. إذا هناك توجه من أمانة عمان للعمل في الفضاء الثقافية، التعامل مباشرة مع جمهور المدينة، مع المجتمع، من خلال كما قلت الشراكة مع المثقفين والفنانين، وليس على أساس تنفيذ برامج موجهة للمثقفين والفنانين، أملا في أن ينعكس ذلك فيما بعد على المجتمع بشكل عام. أحببت أن أبدأ بهذه المقدمة لأقول لحضراتكم أنه الدراسة التي نفذتها أمانة عمان حول الواقع الثقافي في مجتمع المدينة، وهي الموضوع الرئيسي لندوة اليوم، إنما تندرج في يعني هذا التفكير. نحن من خلال هذه الدراسة أردنا أن نقيس الواقع الثقافي في مجتمع المدينة عشية بدأنا بهذه التوجهات الجديدة في العام 2010، وهذا نعتبره نقطة بداية، نقطة أصل، وثم سنكرر هذه الدراسة في نهاية كل عام عشان نشوف هاي القيم السلوكية والواقع المعرفي عم يتطور في مجتمع المدينة ولا عم يتراجع. احنا بنعرف انه اي تغيير بهذه الاتجاهات في مجتمع المدينه لن يكون ممكنا بدون جهد وطني عام، هاي حقيقه، لكن يعني احنا بنأدي الدور اللي علينا، بنحاول بالشراكه مع الهيئات الثقافيه الرئيسيه، الهيئات اللي تمثل قطاعات واسعه من الثقافيين مثل رابط كتاب الاردنيين ورابط الفنانين التشكيليين ونقابه الفنانين والجمعيه الاردنيه للتصوير، والهيئات ايضا الاهليه مثل المركز الثقافي العربي ومركز دراسات الكبيرة، وطبعا لا انسى مؤسسة عبد الحميد شومان، ويعني اكرمنا الاستاذ ثابت طاهر يعني بالحديث عن أهمية تمتين العمل المشترك مع المؤسسة، وان شاء الله يعني راح نشوف نتائج لهذه التوجهات في القريب العاجل. اذا في الدراسة التي ساعدت اجعل حضراتكم الان، اردنا ان نعرف الواقع الثقافي في مجتمع المدينة بمعنيه المعرفي والسلوكي في عام 2010 لكي عشان نعرف في نهاية 2011 ثم في نهاية 2012 ثم في نهاية 2013 إن شاء الله كيف الاتجاهات الثقافية في مجتمع المدينة عم تتغير سلبياً أو إيجابياً بالمعنى المعرفي وبالمعنى السلوكي. لكن طبعاً مش هذا هو الهدف الوحيد، وإن كان هذا هو الهدف الرئيسي، وإنما أيضاً من خلال تعرفنا على الواقع المعرفي وعلى الواقع السلوكي وعلى كيفية ارتباط الواقعين المعرفي والسلوكي في مجتمع المدينة، نستطيع أن نبتكر أو نعدل أو نطور برامجنا ونشاطاتنا الموجهة لمجتمع المدينة لكي تساعدنا في بلوغ القيم والأهداف اللي نسعى إليها. يعني الدراسة قامت على أساس توزيع استبانة في مجتمع المدينة، تم حساب العينة على طريقة العينة المساحية، حسابات إحصائية، و يعني كانت النتيجة إنه العينة 384 استبيان في وزعت حسب طريقة العينة الإحصائية في 14 منطقة من المناطق 27 اللي تتوزع عليهم أمانة عمان. المناطق هي المدينة يعني وسط البلد، سويلح في شمال عمان، العبدلي في الوسط، اليرموك في الوسط، خليفة السود في شرق عمان، وادي السير في غرب عمان، أحد في شرق عمان، سحاب في جنوب عمان، مرج الحمام في جنوب عمان، غارق في الشرق، ومنطقة جديدة في غرب عمان، وأبو صير في الشمال، ومنطقة النصر في شرق عمان. كما قلت هذه المعادلة اللي على أساسها تم حساب العينة الممثلة لمجتمع المدينة، ويعني على كل حال من المعروف أنه لما مجتمع أي مجتمع إحصائي يزيد عن مليون تكون العينة 384. الاستبيان اللي تم توزيعه في مجتمع المدينة هو ينقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول بيسأل
أسئلة تتعلق بالواقع المعرفي، قراءة الكتب، حضور المحاضرات، الاحتياج للمكتبات، سنعرض الآن الأسئلة والنتائج. والجزء الثالث بحكي عن الجانب السلوكي، النظرة إلى المرأة، من وين الإنسان يعني لما بده يستشرف المستقبل على إيش بيعتمد في مصدر استشراف المستقبل إلى آخر ذلك. أيضا سنعرض النتائج الآن، وبعد جمع النتائج تم تحليلها، بعد جمع الاستبيانات تم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج SPSS الإحصائي على الحاسوب. الآن بالنسبة للواقع المعرفي في مجتمع مدينة عمان، سأعرض لكم أبرز خمس جوانب. سألنا عن من وين الفرد في مجتمع المدينة بيستطيع المعلومات. كانت نتائج أنه تقريباً 54% من الناس من القنوات التلفزيونية، 17.7% من الإنترنت، 11% تقريباً من الأحاديث الناس، و 17.7% أيضاً من الصحف. سؤال آخر كان عن مدى اهتمام الناس بحضور الندوات الثقافية. تعرفوا يعني باعتبار أنه الأمانة بتقدم أو بتمارس دور تقديم الندوات الثقافية، فاهتمينا نسأل. تقريباً 25% بيهتموا بحضور الندوات الثقافية، و 75% صرحوا بأنهم لا يهتمون بهذا الأمر. أيضاً بالنسبة لاختيار المكتبات، النسبة كانت متقاربة، 77% من الناس لا يهتمون أو لا يأخذون المكتبات العامة. ويعني إحنا حبينا نسأل عشان يعني بالمناسبة أمانة عمان لديها أكثر من 70 مكتبة عامة، منها 7 مكتبات كبيرة والبقية هي مكتبات للأطفال. 23% من المستجيبين كانوا قالوا أنهم يرتادون المكتبات. بالنسبة للإقبال على قراءة الكتب، زي ما بنشوف حضراتكم تقريبا 28% صرحوا بأنهم لا يقرؤون أبدا. الذين يقرؤون بشكل غير منتظم وعلى فترات متباعدة هم تقريبا 29% من مجتمع المدينة، والذين يقرؤون عند الحاجة فقط هم أيضا 30% تقريبا. وأما الذين قالوا أنهم يقرؤون يوميا يحرصون على القراءة بالنسبة لهم عادة هم حوالي 12% من مجتمع المدينة. سألنا أيضا عن الموضوعات اللي بتهم الناس سواء في قراءة الكتب أو في البرامج التلفزيونية اللي بتابعوها. البرامج السياسية والتاريخية والاجتماعية حازت على 45% تقريبا من اهتمام الناس، والبرامج الترفيهية 25% تقريبا، البرامج الدينية حوالي 20%، وبرامج العلوم مش بس البرامج كمان موضوعات الكتب أيضا، العلوم اللغات والشعر والرواية والقصة حوالي 11% من مجتمع المدينة. الجزء الثالث من الاستبيان كان بيحكي بيسأل عن الواقع السلوكي في مجتمع المدينة. سألنا كما قلت لحضراتكم عن مصدر استشراف المستقبل الأكثر إقناعا بالنسبة للفرد في مجتمع مدينة عمان، فحوالي 58% من الناس بيعتمدوا على النصوص الدينية في استشراف المستقبل، 39% تقريبا بيعتمدوا على التفكير المنطقي والعقلي، اللي بيعتمدوا على الأبراج وقراءة الكف يعني قلة 2.6% من مجتمع المدينة. هاي أبرز النتائج. سألنا أيضا الفرد كيف بفضل يحصل على فرصه بالحياة، اللي قالوا أنهم بيهتموا أنه ياخذوا دورهم، يكون في دور للناس، هم 23.7%، اللي يفضلوا الكفاءة والواسطة هم أغلبية في المجتمع 63.3%، أما اللي قالوا أنهم يفضلوا الواسطة فهم 13% من مجتمع المدينة. سألنا عن مدى احترام الفرد للقانون والنظام العام، 71% من مجتمع المدينة صرح بأنهم يحترموا القانون والنظام، 22% تقريبا قالوا انهم بيتجاوزوا القانون اذا دعت الحاجه لذلك، و 7% عندهم حرص دائم على تجاوز القانون والنظام العام طالما ما في عقاب لهذا التجاوز. سالنا ايضا عن ماهيه القواعد التي تنظم سلوك الفرد في مجتمع المدينه. العادات والتقاليد هي الغالبه، 48% تقريبا من مجتمع المدينه يعني سلوكه بتحدد على أساس العادات والتقاليد، 36% من مجتمع المدينة على أساس الرغبة بثواب الآخرة، 15% تقريبا على أساس الأخلاق التي يحددها الفرد بنفسه، وفقط 1.3% على أساس الخوف من عقاب القانون أو عقاب المجتمع.
48% من مجتمع المدينة يفضل العيش في أسرة أبوية، الأب والأم والأولاد. 35% من مجتمع المدينة يفضل لا يعيش ولكن يفضل أن يعيش في أسرة ممتدة. و 16.4% يعني يفضلوا أن تكون البيئة اللي بيعيشوا فيها أوسع من أسرة ممتدة. سؤالين سألنا عن المرأة، واقع المرأة في مجتمع المدينة. سألنا عن تأييد عمل المرأة، طبعاً جزء حضراتكم بدكم تعرفوا كم من هؤلاء الرجال وكم منهم نساء، يعني سأقصد ذلك لاحقاً، ولكن من مجتمع المدينة 54% تقريباً يؤيد عمل المرأة، و 22% يرفض تماماً عمل المرأة، و 24% من مجتمع المدينة يؤيد عمل المرأة فقط إذا كان من داخل بيتها وفي مهن محددة مثل الخياطة. السؤال الأخير كان بيسأل بشكل عام عن تأييد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. 47% تقريبا من مجتمع المدينة يؤيد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، و 52% يرفض المساواة بين الرجل والمرأة. يعني طبعا أكيد في تفاصيل أكثر من ذلك الآن عن الفئات العمرية اللي بتهتم اللي جاوبت هيك، عن كما قلت النوع الاجتماعي، كيف ينظر الرجال وكيف ينظر النساء لهذا الموضوع. ربطنا إذا يعني ما هو مهم بالدراسة أيضا ليست هذه المعلومات فقط، وإنما أيضا ارتباط الواقعين المعرفي والسلوكي في مجتمع الدينية، وزي ما حكيت حضراتكم عشان إحنا نكون قادرين على التأثير على الجانب السلوكي من خلال العمل في الجانب المعرفي، لأنه النشاطات الثقافية هي بالآخر جانب معرفي، يعني عمل معرفي يقدم لمجتمع المدينة ويؤمن منه أن يكون في تأثير على الجانب السلوكي في مجتمع المدينة. راح أعرض طبعا يعني نتائج كثيرة جدا يعني، لكن راح أعرض على حضراتكم بعض منها. مثلا إذا ربطنا بين الموقف من حضور المحاضرات والندوات والطريقة المفضلة للحصول على فرص الحياة في مجتمع المدينة، لاحظنا أنه نسبة اللي ما بيحضروا المحاضرات والندوات إلى من يحضرونها، يعني المقارنة بين الذين لا يحضرون والذين يحضرون ترتفع عند الفئة التي تؤيد الواسطة مقارنة بمن يؤيدون الطرق الأخرى. فيعني يمكن القول ولو أنه يعني النتائج ما كانت يعني شافية تماما، هي مؤشرات يعني مجرد مؤشرات، أنه هناك ارتباط طردي بين عدم حضور المحاضرات والندوات وتفضيل الواسطة كطريقة للحصول على فرص في الحياة. بجوز يعني حضراتكم توافقوا معي أنه هذا ربط منطقي، ولكن يعني ما كان هيك الاتجاه يعني واضح في كل النتائج ولا حتى في الجوانب الأخرى. يعني إذا ربطنا عوامل أخرى بين بعضها البعض، ما أعطت الدراسة نتائج واضحة يعني أنه إذا كذا فكذا، يعني هناك تباين في الإجابات. ربطنا أيضا بين تأثير ارتياد المكتبات على احترام مدى احترام النظام والقانون في مجتمع المدينة، ووجدنا أنه نسبة من يزورون المكتبات إلى من لا يزورونها ترتفع عند الفئة التي قالت أنها تتجاوز القانون إذا دعت الحاجة، مقارنة بمن يتعاملون بطرق أخرى مع احترام القانون، يحترمون القانون أو لا يحترمون القانون. وربما يمكن القول أنه عدم زيارة المكتبات، أن الفئة التي لا تزور المكتبات تزيد عندها ظاهرة تجاوز القانون والنظام إذا دعت الحاجة لذلك. يعني إذا بدنا يعني نستنتج شيء مفيد، ممكن نحكي أنه إذا شجعنا الناس على ارتياد المكتبات ممكن هذا يؤثر إيجابياً لأنهم يزيد عندهم احترام النظام العام والقانون. ربطنا بين تأثير نوعية الكتب والبرامج على مصدر الاستشراف المستقبل، فوجدنا أنه نسبة من يفضلون الموضوعات الترفيهية ترتفع عند من يعتمدون الأبراج وقراءة الكف لاستشراف المستقبل، مع أنه يعني وجدنا إحنا زي ما حكيت حضراتكم أنه من يعتمدون الأبراج وقراءة الكف هم أقلية في مجتمع المدينة. ويعني ربما يمكن القول النتيجة أن هناك ارتباط طردي بين الإقبال على الكتب والبرامج الترفيهية والاعتماد على الأبراج وقراءة الكف لاستشراف المستقبل. يعني كمان برضو نتيجة يعني نتيجة منطقية بدهاش دراسة. ربطنا أيضا بين تأثير نوعية البرامج والكتب المفضلة على القواعد التي تنظم السلوك. النتائج أمام حضراتكم، ووجدنا منها أنه نسبة من يفضلون الكتب الدينية وكتب اللغات والشعر ترتفع عند من يحددون سلوكهم على أساس الرغبة في ثواب الآخرة،
من اجمالي من يحددون سلوكهم على اساس الثواب الاخروي، في فئه من يحددون سلوكهم على اساس الثواب الاخروي يحبوا يقرؤوا الكتب الدينيه، يعني برضو منطقي. اذا هناك يعني ارتباط فردي بين هذول العاملين. الان ربطنا ايضا بين الصفه الاجتماعيه والواقع السلوكي، يعني في اي فئه عمريه مثلا يرتفع كذا او ينخفض كذا، عند اي نوع اجتماعي يرتفع كذا وينخفض كذا. من النتائج انه اذا ربطنا مصدر استشراف المستقبل مع درجه التعليم، فوجدنا انه اكثر فئه حصلت على تأييد كانت في مصدر استشراف المستقبل كانت النصوص الدينيه بغض النظر عن درجه التعليم، يعني في كل درجات التعليم، في مختلف درجات التعليم كان هناك اقبال اكثر على اعتبار النصوص الدينيه هي المصدر الرئيسي لاستشراف المستقبل. ايضا ربطنا بين احترام القانون والفئه العمريه، فوجدنا انه الناس كما قلت لحضراتكم تصرح بانها تحرص على احترام النظام العام والقانون في كل الفئات العمريه، ايضا ما في يعني اختلاف بين فئه عمريه واكثر واخرى. الان ربما هذه النتيجه اخر نتيجتين يعني اعطت شيء مفيد يعني بالنسبه للدراسه. ربطنا بين تأييد عمل المراه بالنوع الاجتماعي، ووجدنا انه تأييد عمل المراه يعني في عند الرجال وعند النساء حصل على تأييد عالي، لكن النسبه ارتفعت لدى النساء، يعني النساء تؤيد عمل المراه اكثر مما يفعل الرجال. بالنسبة لتأييد مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في الفئة العمرية، وجدنا أنه كل ما زادت الفئة العمرية ينخفض تأييد المساواة بين الرجل والمرأة. يعني عند فئة الشباب هناك تأييد للمساواة، يعني شيء مبشر، ربما عند فئة الشباب هناك تأييد لهذا الموضوع أكثر. زي ما حكيت لحضراتكم أنا يعني هذه نتائج نتمنى أنه تكون مفيدة سواء لأمانة عمان أو لأي جهة أخرى وطنية بتحب أنها تستفيد من هذه النتائج في برامجها. هذه النتائج ليست لأمانة عمان فقط، يعني هي متاحة لمن يرغب، وأيضا متاح أنه نشتغل مع أي جهة أهلية أو حكومية أو خاصة من أجل التأثير إيجابيا في قيم المجتمع وسلوكه، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمدينة الثقافة في أمانة عمان. مرة ثانية شكرا على استماعكم. باسمكم جميعا اشكر الاستاذ المهندس سامي الخير على هذه المحاضره التي عرض من خلالها دراسه ميدانيه، ويعني هذا شيء لافت لاننا في الاغلب الاعم في الامور الثقافيه نلجا الى النوع من المسح الانطباعي او المبني على الملاحظات الجزئيه، فان يكون بناء هذه الأفكار على دراسة ميدانية هذا أمر مميز، يعني يعطيها كثير من الواقعية والارتباط بالمجتمع العماني بشكل فعلي. يعني كما أشار الأستاذ سامر، الاستبيان تم تصميمه من خلال مفردات يرى معدو هذه الدراسة أنها مهمة أو عناصر أساسية في الثقافة، وتم الحصول على 384 عدد الأفراد العينة، وطبعا التساؤل عن مدى كفايتها بصرف النظر عن الدقة في الأرقام من الناحية الإحصائية مشروع مثل هذا الحال، بمعنى لو أجريت الدراسة على مجموعة أخرى بنفس العدد أو أكثر أو أقل، هل نخرج بنفس النتائج ولا بحسب مصادفة هذه العينة أو مجموعة الناس الذين قابلناهم؟ يعني أعتقد أنه الدراسة فيها جهد كبير وتستحق الاهتمام، تستحق النشر والتعميم، يعني لتكون متاحة للجميع، ويمكن هذه مناسبة الليلة أن تعرض و أن نعرف بتفاصيلها وبأمرها في هذا المنطقة.
مساء الخير. الآن يعني تكون عندنا فرصة، عندنا 45 دقيقة. مؤسسة شومان دائما كريمة مع الأستاذ هادي الطاهر في الوقت للمحاضرين وللحضور. الأسئلة عبر الأوراق مضبوط؟ وصلت بعض الأوراق. وصلت بعض الأوراق، ورقتين في عندنا أوراق، في مزيد من الأوراق. مداخلات دكتور كمال، في مداخلات. في مداخلات أظن، بس يمكن لازم تسجل الاسم. لازم نقدم مداخلات، سجلوا أسماءهم حتى ننظمهم متتابعين، يمكن أحسن للجميع. كم مدة المداخلة يا جماعة؟ لأنه مطلوب ثلاث دقائق. إذا كما هو معتاد. طيب، عندنا أستاذ مصطفى. مصطفى المستقبل. فيما يتعلق بالمرأة أيضا لم أفاجأ،
ولو أني لست سعيدا بهذا الفهم لعمل المرأة، عمل المرأة شرف ليس فقط من أجل كسب المال، وإنما من أجل المساهمة في بناء هوية وذات المرأة نفسها. لا أملك إلا أن أحيي مرة أخرى هذه الدراسة التي آمل أن تعقبها دراسات أخرى من قبل المهتمين اعتمادا على ما ورد في هذه الدراسة، وشكرا. شكرا دكتور دير حمزة. الكلمة الآن والتعقيب للأستاذ نزيه سوس الإعلامي والصحفي. شكرا للأستاذ سامر وشكرا للدكتور محمد. حقيقة وجهة نظري هو أن الذين يخالفون القانون هم أقل الناس ارتيادا للمكتبات، أو بشكل أصح هم أقل الناس قراءة، وأنا أعتقد هذا الخلل يتوجب على وزارة التربية والتعليم أن تعالجه. وقد كتبنا عشرات المرات أنا وزملائي عن هذا الموضوع، لكن مع الأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. أي مثقف أو مبدع يحاول أن يعرض إنتاجه على وزارة التربية والتعليم هناك آلية عقيمة لا يمكن لأي مبدع أن يحاول تقديم إبداعه من أجل هذه الآلية العقيمة. شكرا. شكرا أستاذ سامي. شكرا دكتور. شكرا أستاذ نبيل. آخر المعقبين الأستاذ يونس راشد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أقول لا شكر ولا تقدير ولا عرفان لمعالي الأخ الفاضل المهندس ثابت الطاهر على إقامة هذه الندوات البناء، بل افتخار واعتزاز به وبكافة المحاضرين في مثل هذه الندوات وبالحضور أيضا. هناك عدة ملاحظات أتمنى من الأخ سامر خير أن يشجع الثقافة من خلال المراكز الثقافية التي تحدث عنها ثلاث مراكز في عمان. أتمنى إلى رفعها أكثر من ثلاث مراكز، وأنا يومياً اليوم اتصلت بالذات مع مركز وادي حداد الثقافي ما هي الدورات التي تقدمها، وقالت لي بالحرف الواحد الأخت ربا بأن نقدمها مجاناً، وهذا شكر جزيل لأعطوف لمعالي أمين عمان الكبرى ولي عطفت الأخ سامر الخير على مثل هذه الندوات البناء. أما بالنسبة للمرأة يا أخوان، أنا شخصيا طبعا بعبر عن نفسي، وكثير من الأخوان يأيدوني في داخل نفسي لكن بجزء خارجيا ما بستطيعون يتحدثوا فيه. مع المرأة أينما وجدت وحيثما كانت، وكتبت طبعا أنا نزلت انتخابات نيابية مرتين عام 89، طالبت بشخص طبعا من ضمن البيان الانتخابي بتاعي يجب تعزيز مجلس النواب بالمرأة العاملة، والمرأة العاملة انطلقت من المرأة الفعالة عبارة عن النحلة التي تمشي على شركة الراحة ذهابا وإيابا من أجل جني العسل، وليس الشكلية نعم زي ما هو، إنما في المرة هذه الدورة هذه 2010 لو تعرف شو كتبت تضحك عليه. طبعا المرأة أنا شخصيا أولا أكثر من نصف المجتمع، بدليل أنه ديننا الحنيف الإسلام أباح للزوج من أربع نساء. لولا أنها أكثر من نصف المجتمع، من أين جاء هذا الشعار الديني الكبير؟ من أين جاء بأربعة؟ كان اكتفى بواحدة. ثانيا المرأة هي الأم معروفة، وهي الزوجة، وهي الأخت، وهي المربي، وهي روح الحياة، وهي صانعة الرجال ومربية الأجيال. وبدونها الأكثر اللي بدك تضحكوا عليه اللي كتبت في الشعار هذه على الصورة اللي لزقته على أعمدة التلفونات والكهرباء والمحلات التجارة، وبدونها لا نسوي بصلة كرجال. طبعا كثير من الناس انتقدوني، إنما هذا الواقع. أنا بالنسبة لي بحكي مين منكم بيستغني عن مرته؟ لكن في مثل هذه الندوات طبعا الخوات بضحك إنه بكيف إنه الزلم بزعلوا، لكن المرأة بنفس الوقت بدون الرجل ما بتسواش راس طعمه.
والثوم والبصلة علاج لكثير من الأمراض سامي سيدي، وما بيستغنى عنهم أي بيت. بالنسبة لعمل المرأة يا إخوان، كما أقول أنا مع عمل المرأة 100%. لماذا؟ أنا عندي 6 بنات الحمد لله، من 10 أبناء 4. البنت التي تتوظف 20 خطاب بكل ثاني يوم على الباب، والتي لا تتوظف لا ما أحد بيقول لها بشيء، زي البندورة الزر البندورة الجهنم، ولا أنا بكون أحلى من أختها، والحاصل عندي يعني واقع، بحكي لك واقع، سامع سيدي؟ أما بالنسبة أنا طبعا هناك تختلف النظرة للمرأة من بلد إلى آخر. سنة 77 رحت دورة على معهد قومي للتخطيط في القاهرة حساب يونايتد نيشن، وكانت هناك الصحف قايمة بقيامة بالنسبة لعمل المرأة، وحسبوا حساب على اعتبار انه 2/3 راتب المرأة كله بروح بعزلة، غندرة ولباس وإيجار سيارات وتاكسيات وما شابه ذلك، الثلث الباقي اعتبروه، هل الثلث يساوي تربية ابن مصر؟ مثل ما بتربي أمه؟ والله لو نجحت سيدي لا تعطيني ربع ساعة شكرا. نجحت في النيابة زي غيري. شكرا للمتحدث الأستاذ يونس. أظن في عندنا الأستاذ سليمان سويس. ولا سؤال فقط ولا تعقيب؟ سؤال. طيب يعني خلينا نختم، بس قبل ما يجاوب الأستاذ سامر نلخص الأسئلة بسرعة حتى يكون جواب إجمالي على تعقيبات وعلى الأسئلة. سؤال من الأستاذ سليمان سويس: كيف ستستفيد مديرية الثقافة، يقصد أمانة عمان، من نتائج هذه الدراسة؟ ما وجهة نظر الأستاذ سامر بذلك؟ أيضا سؤال يبدأ بالشكر على الجهود التي بذلت لإعداد الدراسة، ثم هل تعتقد أن المراكز الثقافية التي أقامتها أمانة عمان كان لها أثر في نتائج الدراسة إيجابيا؟ سؤال من أحمد دويمر إذا كان القراءة صحيحة. أيضا سؤال من دكتور محمد سعيد حمدان بعد الشكر: أين ثقافة الطفل في محاضرتكم ومنتج الدراسة؟ الجسم الثقافي في عمان جسم له رأسان، الرابطة واتحاد الكتاب، هل هذا في صالح الثقافة أم ضدها؟ من الدكتور جورج الفار: هل يمكن أن نعرف ميزانية الثقافة لأمانة العاصمة؟ وما هي نسبتها للميزانية الكلية للأمانة؟ هذا ألف. وباء: ما هو عدد العاملين في مديرية الثقافة متفرغين بشكل كلي للثقافة؟ هذه هي الأسئلة. الآن الفرصة متاحة للأستاذ سامر الخير للإجابة على الأسئلة وعلى التعقيبات التي تفضل بها عدد من الأساتذة الكرام. طبعا بشكر الأساتذة اللي عبروا عن وجهات نظرهم في المداخلات، لكن اسمحوا لي فقط بدي أتوقف عند الملاحظة اللي تفضل فيها معالي الدكتور زيد حمزة عن نسبة اللي ترددوا على الندوات. يعني زي ما تفضلت حضرتك انه صحي نسبه، يعني اذا ننظرها موضوعيا هي نسبه ايجابيه 25% تقريبا، لكن يعني من خلال ممارستنا العمل ونشوف انه في يعني ضعف في الاقبال على المؤتمرات والندوات، بعتقد انه يعني خلينا نفكر بطريقه مختلفه عن انه كيف بدنا نحثي الناس على حضور المحاضرات والندوات، خلينا نفكر باشكال ثقافيه جديده لممارسه العمل الثقافي. بتعرف معاليك كنت حاضر معنا من اسبوعين تقريبا لما عملنا مؤتمر تاريخ الاردن الاجتماعي بالشراكه مع معهد الاردن الجديد. يعني بصراحه العدد للحضور كان اقل من المتوقع لهكذا مؤتمر يعني يعقد في هكذا مكان. وانا تحدثت مع الاستاذ هاني الحراني انه يعني ربما يعني صار الوقت انه نفكر باشكال ثقافيه جديده لمناقشه اوراق علميه من هذا النوع، ربما ما في اهتمام كبير فيها من المجتمع، خلينا نفكر بشكل جديد. وطبعا مؤسسه شومان يعني هي رائده في هذا المجال، يعني موضوع انه حلقات النقاش الطاوله المستديره لمناقشه الماده المستديره لمناقشه ماده علميه او متخصصه، يعني ما راح يكون عليها جمهور كبير، بعتقد انه في اشكال جديده للعمل الثقافي لازم نفكر فيها في ظل يعني تدفق المعلومات الهائل من الفضائيات ومن الانترنت. يعني هذا وضع جديد في العالم، يعني لازم نتعاطى معه بإيجابية بدل ما انه يعني نفكر بمقاومته، يعني هيك
بنسبة جيدة ويمكن البناء عليها في المستقبل. بالنسبة للأسئلة دكتور سليمان سويس، يعني طبعا هو سؤال جوهري، كيف يمكن أن نستفيد من هذه النتائج؟ في الحقيقة احنا راح نستفيد منها باتجاهين. الاتجاه الأول إنه في نهاية كل عام لما نعيد الدراسة نشوف النتائج عم تتغير باتجاه إيجابي ولا باتجاه سلبي، نشوف حالنا احنا في الدور اللي عم نمارسه واللي عم بتمارسه المؤسسات الثقافية الأخرى في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، عم تنجح في تحقيق واقع أفضل معرفياً وسلوكياً في مجتمع المدينة ولا لا؟ وثانياً من خلال ربط الجانب المعرفي بالجانب السلوكي نتوصل إنه كيف ممكن نأثر إيجابياً على الجانب السلوكي من خلال الجانب المعرفي. وخليني أضرب لحضرتك مثال، إحنا في عنا برنامج موجه لفئة الفتيان من 12 ل16 سنة بيحكي عن القيم السلوكية. في العام الماضي 2010 تناولنا ثلاث قيم رئيسية، عن حماية نظافة المدينة تحدثنا، وعن مقاومة العنف الاجتماعي، وعن كانت عام انتخابات العام الماضي فتحدثنا عن ثقافة الانتخاب بالشراكة مع وزارة التنمية السياسية. يعني وجدنا إنه الشكل اللي اعتمدناه في العام الماضي يعني كان بدون تطوير، احنا كان شكلها محاضرات وورش عمل فنون. ففي العام الحالي 2011 لجأنا إلى المشاهد المسرحية، ذكرنا شخصيتين لشاب وفتاة من عمان باسم أنس وحنين وحولناهم إلى شخصيات، والآن في سكتشات مسرحية راح تقدم لهذه الفئة العمرية عن ثلاث قيم هذه في هذا العام. راح نحكي عن حماية الممتلكات العامة، وعن الاهتمام بالصحة الشخصية، وعن احترام القانون، وعن احترام القانون. فيعني من خلال النتائج عم نستطيع ان نتدخل في توجيه برامجنا، ولو انه مش هذا يعني الهدف الاساسي من الدراسه. زي ما حكيت لحضرتك الهدف الاساسي هو نقيس كيف عم تتغير الامور، لكن يعني في هذين الاتجاهين يعني ان شاء الله انه ننجح بالاستفاده من نتائج الدراسه. وزي ما حكيت انا في خلال المحاضره كمان بدعو اي جهه رابعه انها يعني تستفيد من هذه النتائج. زميلي احمد دويمر مشرف مركز وادي الحداده يعني في الموضوع اللي حكينا عنه، هاي زميلتنا ربا برضو موجوده. المراكز الثقافيه كيف كان لها اثر ايجابي؟ يعني نتمنى من زملائنا المشرفين على المراكز الثقافيه انهم يساعدونا في احراز نتائج ايجابيه تتطور من عام الى اخر. المراكز الثقافيه ما زالت جديده، وادي الحداده تم افتتاحه في 25/5/2009، مركز الاشرفيه تم افتتاحه في 1/2/2010، مركز سحاب في 1/2/2009. فهي المراكز جديده ونامل، وبالمناسبه عم تشتغل يعني المراكز في الاطراف دور كبير ومهم بالنسبه لنا. يعني احنا انتقلنا من التركيز على البرامج الثقافيه للتركيز على النشاطات الثقافيه زي ما حكيت، والمراكز الثقافيه هي الوسيله الاكثر فاعليه في الوصول الى الناس في الدورات اللي تقدم للمجتمع المحلي في المسائل الثقافيه والمعرفيه المختلفه، في المحاضرات اللي بيحضرها اعداد كبيره من الناس. يعني هي بحب انا يعني انوه انه هاي الشباب ما تتغطى بالاعلام بصراحه، ما تتغطى بالاعلام زي ما بتتغطى حفل توقيع او معرض فني او الى اخره. في نشاطات كبيره عم تشتغلها امانه عمان في المجتمعات المحليه وعم تنجح بالوصول الى اعداد كبيره من الناس. خليني يعني انا اتذكر الارقام، النشاطات الثقافيه هاي اللي بتتنفذ مباشره للمجتمعات المحليه ارتفعت من 130 نشاط في العام 2008 ل 725 نشاط على ما اذكر في العام 2010 في العام الماضي. يعني بتلاحظوا حضراتكم انه في تركيز كبير. في المقابل البرامج انخفضت الى النصف، يعني منشوراتنا انخفضت، عدد الكتب التي ننشرها انخفض من 70 عنوان في العام تقريبا الى 32 عنوان نشرنا في العام الماضي، لانه احنا عم ننقل التركيز. هي صحيح الميزانيه انخفضت، لكن ايضا احنا عم ننقل التركيز للنشاطات الثقافيه الموجهه للمجتمع، وعم نركز على جوده ما نقدمه. فلسفتنا في هذا انه احنا بالنسبه للكتب ندعم القارئ ولا ندعم الكاتب، يعني احنا نتشارك مع الكاتب الجيد من اجل ان نقدم ماده جيده للمواطن في المدينه. اذا المعيار هو ليس دعم المثقف وانما الشراكه مع المثقف. فيعني استاذ احمد يعني في الحقيقه لا يمكن القول انه الان في دور للمراكز الثقافيه، ولكن لان هاي دراسه يعني مبدئيه، دراسه اولى لكي نقيس على اساسها، ولكن احنا
احنا متاكدين انه المراكز الثقافيه عم تشتغل جيدا وعم تحرز نتائج ايجابيه ان شاء الله، وراح يعني نلاحظ ذلك في السنوات القادمه. لانه بتعرفوا بالاخر التغيير الثقافي او التطوير الثقافي في المجتمع هو يعني مساله بطيئه، يعني لها سنوات طويله. الدكتور محمد سعيد حمدان بالنسبه لثقافه الطفل، هو في الواقع يعني المحاضره مش عن الدور الكامل، مش عن الدور يعني بتفاصيله لامانه عمان، لكن تعرف انه في عندنا مركز متخصص للاطفال ومركز زهاء الثقافي الواقع في منطقه خندق، وهناك برامج للاطفال تنفذ في المراكز الثقافيه اللي ذكرتها ايضا، هناك برامج يعني موجهه للاطفال، واحنا بالمناسبه هذه المراكز الثقافيه عوده اليها تشتغل بالشراكه مع المجتمعات المحليه، فالبرامج الموجهه للاطفال عم نشتغلها احنا بالتعاون مع مديريه التربيه. كل مركز ثقافي له صلات وثيقه بالمدارس المحيطه به، سواء مدارس حكوميه او مدارس خاصه. وبالتالي هناك اهتمام حقيقي بالطفوله، يعني اهتمام حقيقي وفعلي. اما عن موضوع الرابطه والاتحاد، يعني انا يعني خليني اخرج عن الصفة اللي تحدث فيها بصفة عضو في الرابطة، يعني أتمنى أنه هذا الازدواجية بصراحة يعني عم تغلبنا إحنا وتغلب أي جهة عاملة في الثقافة في عمان، فيعني إحنا نتمنى أنها بس على أسس سليمة، أنه ما يكونش يعني في هذه الازدواجية، لأنها في الحقيقة هي ازدواجية مؤذية، يعني أنا أقول ذلك بحضور الأستاذ سعود اللي بيلاك رئيس الرابطة. دكتور جورج الفار، في الحقيقة يعني الأسئلة كثير يعني في الصميم. ميزانية الثقافة يعني في العام الماضي 2010 الميزانية شاملة رواتب الموظفين ونفقات الصيانة والتنقلات والمصاريف التشغيلية على البرامج والنشاطات هي تقريبا 7.5 ملايين. الآن كم من إجمالي ميزانية الأمانة؟ بصراحة ما بعرف يعني أعطيك نسبة يعني، لكن هي منخفضة يعني محدودة يعني، لكن إذا بدنا نقارنها مثلا بميزانية وزارة الثقافة بجوز تعرف الأرقام هي يعني مرتفعة. ميزانية قد ميزانية الثقافة نعم، مع إنه يعني انخفضت ميزانية الثقافة، يعني أنا برضو يعني إذا بنحكي عن أرقام حتى المصاريف التشغيلية المخصصة للبرامج والنشاطات انخفضت، يعني إحنا عم نشتغل في تقريبا 30% من الميزانية اللي كانت تشتغل فيها الدورات الثقافية في عام 2008 مثلا، 30% يعني، لكن يعني بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الثقافية ومع المثقفين عم نتمكن من ان نحقق نتائج إيجابية، ويعني كمان احنا ندعو المثقفين والفنانين في المدينة انهم يتفهموا ذلك ويكونوا شركاء وخير عون لأمانة عمان في تقديم فعل ثقافي ناجح لمجتمع المدينة في ظل اتساع الدور الثقافي للأمانة. في الحقيقة اتساع كبير للدور الثقافي لأمانة عمان مع تأسيس هذه المراكز الثقافية الجديدة ومع ضم حدائق ثقافية لمديرية الثقافة، يعني اتسع المساحة الجغرافية اللي تشتغل فيها مديرية الثقافة واتساع دورها، ولذلك احنا يعني مهم جدا انه نكون المثقفين والمؤسسات الثقافيه تتفهم اهميه الشراكه، اهميه انه يكون في دور خلينا نسميه دور يعني تجاه المجتمع، يعني هذا دور المثقف العضو يعني لاتجاه المجتمع. اما عدد العاملين في مديريه الثقافه ما بعرف يعني شو الهدف من السؤال، بس يعني بدي اشوف عدد عمال الامانه نسبه وتناسب، يعني اذا في 10 هناك في 50,000. لا ما هو شوف دكتور، انا راح اعطيك الرقم الان، بس يعني خلينا نتفهم انه شو الدور، شو الادوار اللي بتقدمها امانه عمان. هناك تقريبا 18 مهمه رئيسيه تقدمها امانه عمان لمجتمع المدينه، منها الملف الثقافي، لكن هناك ادوار اخرى، ادوار مهمه زي ما هي تنميه ثقافيه مهمه في مجتمع المدينه، ايضا حمايه النظافه، التنميه العمرانيه في مجتمع المدينه، يعني هناك ادوار متعدده. على كل حال عدد الموظفين في مديريه الثقافه 1300. كم عدد العمال؟ كم نسبه معاشاتهم من نسبه الميزانيه؟ 60 70% باكلوا من الميزانيه وضل 30% للنشاط ولا اسال دائره الماليه لانه في البلديات عاده الموظفين بيستهلكوا 70%
على 60 ل 70% من ميزانيه البلديه، فبضل 30% لعمل البلدي. هلا هذا الموظفين باخذوا 70% من يعني شوف هنا ميزانيتكم يعني 30%. يعني اذا بحثت دكتور انا بديش اعطيك رقم، يعني انا عندي يعني معلومه هيك تقريبيه بس بديش اعطيك رقم، لكن اذا بحثت يعني في تصريحات عطوفه الامين او في خطة الأمانة وفي يعني ستجد الأرقام، لكن هي لا طبعاً مش هيك، يعني إذا كانت الأمانة ما أدت هاي الأدوار المختلفة المتنوعة الكبيرة، في مساحة حوالي 1700 كيلو متر مربع، في خدمات مولها 2.25 مليون إنسان. أقل من 50% للرواتب. لا أقل بكثير من 50%، أقل بكثير. لو سمحتم أدعو الأستاذ ثابت الطاهر لتقديم مداخلة قصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أرحب بالحضور الكرام من الأخوات والإخوة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. ثم شكر كل الشكر للمحاضر الكريم الأخ العزيز الأستاذ سامي الخير على هذه المحاضرة التي قدم لنا فيها هذه الدراسة المسحية التي قامت بها أمانة أعمال الكبرى. وأشكر السيد رئيس الجلسة على إدارة هذه الجلسة بمعرفة من لباقة وحكمة. أولا بالنسبة للحديث عن أمانة أعمال الكبرى، أود أن أعبر عن كل التقدير للدور الكبير الذي تقوم به أمانة أعمال الكبرى في المجال الثقافي. نحن نتابع النشاطات التي تقوم بها أمانة أعمال الكبرى في هذا المجال، وهي نشاطات متنوعة ولها كل الشكر على ذلك. أما بالنسبة للاستبيان فلا شك أن هذا الاستبيان استبيان قيم ومفيد، لكن أرجو أن يتم تحديث هذا الاستبيان على الأقل مرة كل سنتين لنلاحظ التغيير الذي يمكن أن يطرأ على هذا الاستبيان، وكيف يمكن أن نعالج الخلل الذي قد يطرأ على الاستبيان سلبا، أو نستفيد من الإجابات التي قد تطرأ على تغيير هذا الاستبيان إيجابا. أنا تحدثت مع الأخوان قبل هذا اللقاء وأكدت لهم أننا على أمن استعداد في مؤسسة شمام لتمكين التعاون مع أمانة أعمال الكبرى في المجال الثقافي، ونفس الوقت لا أحصر كلامي فقط في أمانة أعمال الكبرى، ولكني أغتنم فرصة وجود إخوة أعزاء مهتمين بالشأن الثقافي مثل رئيس رابطة الكتاب وإخوة كثيرين مهتمين بالشأن الثقافي، لأؤكد أننا على أتم استعداد للتعاون مع كل المؤسسات الثقافية في هذا البلد حتى ننسق نشاطاتنا وأعمالنا، لأن هذا يتعلق أيضا بنقطة تتعلق بالرواد، الرواد المنتديات الثقافية. يحدث كثيرا ان نرى عددا قليلا من الرواد في بعض المحاضرات التي تقام في عمان. هذا السبب ان كثير من هذه المحاضرات تقام في يوم واحد بدون تنسيق بين المؤسسات التي تقدم هذه المحاضرات. اذا استطعنا ان نحقق تنسيقا بين هذه المؤسسات من حيث توزيع الايام على المؤسسات التي تقيم مثل هذه المحاضرات، اعتقد ان هذا ممكن ان يؤثر على زياده عدد رواد هذه المحاضرات. نحن هنا في منتدى عبد الحميد شمال الثقافي أود أن أعرب عن اعتزازنا الكبير بأصدقائنا من رواد هذا المنتدى الذين أسعد بلقائهم دوما في هذه اللقاءات وهذه المحاضرات، ونحرص في محاضراتنا على أن نكون حريصين على تنويع موضوعات المحاضرات، لا نحصرها في الثقافة والأدب والعلم والتعليم، ولكن نعالج موضوعات اقتصادية، موضوعات مالية، موضوعات أمن غذائي، موضوعات طاقة، موضوعات ماء. نحاول أن نعالج الموضوعات التي تهم المواطن في مختلف المجالات. هذه نقطة ثانية. أود أن أركز على نقطة أخرى، موضوع القراءة. أشار الأخ الفاضل لموضوع قلة الرواد على المكتبات. بتقديري إذا أردنا أن نزيد الإقبال على القراءة يجب أن نبدأ من البيت. كيف نستطيع أن نربي أطفالنا وأبنائنا في البيت على القراءة؟ كيف نشجعهم؟ كيف نقدم لهم حوافز لتشجيعهم على القراءة؟ كيف نقدم في المدارس جوائز للطلاب الذين يقرؤون كتب ونضم لهم معهم ملخصات لها؟ باعتقادي إذا استطعنا أن نغرس حب القراءة والمطالعة في أبنائنا وأطفالنا من البداية، فإن هذه الغريزة ستنمو معهم وسنرى في المستقبل زيادة في عدد رواد المكتبات. مرة ثانية شكرا للمحاضر الفاضل وشكرا لكم لحضوركم، ونلتقي دائما على خير في منتدى عبد الحميد شمال الثقافي.